السلام عليكم. إن شاء الله ده أول أسايمنت معانا في سنة رابعة، ومراجعة الحاجات اللي إحنا درسناها في سنة تانية وتالتة. في أكتر من توبيك مختارين في الأسايمنت ده، هو ديزاين ديفليكشن، إزاي نعمل ديزاين سلندر كورن، تصميم السلالم، ديزاين فور شير، ديزاين فور شير كومباين شير وتورشن. أول مسألة عندنا في الأسايمنت ده، هو عايزين نعمل تشيك ديفليكشن لكم مرسين بيسبورت البيم لسبان بتاعها 7.5 متر، القطاع بتاعها تي سيكشن، مدينة الأبعاد بتاعته والتسليح الموجود. عايز أعمل تشيك الديفليكشن، مدينة برضو اللود بتاعي including ال on weight وال live load. بيقول لي consider 40% من ال live load sustained، يعني يعتبر زي الحمل الإمداد، يعني حاجة بتبقى ثابتة معايا في المبنى. عايز أحسب بقى بين ال long term وال live load deflection، وناخد تأثير البارتيشنز بتاعتنا اللي بتأثر بالديفليكشن أو ما بتأثرش بالديفليكشن، بقى نحل تو كيسز دي الـ FCU والـ N اللي أنا هحول بيها حديد التسليح. عايزين نبدأ نعمل تشيك ديفليكشن على أساس ده. نبدأ أول حاجة اللي إحنا نحسب بروبرتيز أوف سيكشن بتاعتنا. بنبدأ نحسب مكان النيوترال أكسس. خدنا الداتا بتاعنا على أعلى القطاع ونبدأ نحسب فيرست بوينت اوف اريا، نحسب الاريا بتاعتنا والمسافة لحد آخر القطاع من فوق، ونحسب الاكس هي المسافة من نيوترال اكسس لحد توب اوف سيكشن، أعرف أحسب الواي بوتوم هي المسافة من نيوترال اكسس لحد آخر القطاع، بين أطرح من السيكونس كولي أو الارتفاع بتاع السيكشن المسافة اكس اللي أنا حسبتها. بعد كده أبدأ أحسب الاي جروس المومنت في انيرشيا حوالين مكان نيوترال اكسس اللي أنا حسبته اللي هو اكس. زي ما احنا عارفين، ما عارفين في حساب في الميكانيكا ازاي نحسب مومنت انيرشيا، مثلا مستطيل العرض في الدبس تجايب على 12، بعد كده انقل واحسب الاريا في المسافه تربيع، مسافه من نيوترال اكسس لحد سنتر الاريا اللي انا بحسبها، اعرف احسب في الاخر الاي جروس بتاعتي. نحسب القطاع بتاعنا على اساس المكريل، نفرض ان الزد بتاعتنا جوه التوب فلانج، نحسب فيرست نوت اريا الخرسانة والتسليح، الاريا بتاعت الجزء بتاع البلاطة أو الفلانج بيزد في المسافة لحد النيوترال اكسس اللي هو أول مسافة لحد محور اسمه زد اللي احنا بنحسب عليه، يبقى زد على 2 زائد الاريا بتاعت الحديد الكمبريشن في المسافة بتاعته في ان ناقص 1، ان دي عشان احول الحديد لخرسانة، طرحت منها 1 عشان اطرح الاريا بتاعت الحديد ماخدهاش مرتين لأني واخدها هنا في الجزء بتاع الفلانج، بتساوي الحديد اللي عندي في التنشن area steel في دي ناقص الزد في ان عشان احول الحديد لخرسانة، اعرف احسب الزد على ان هي اصغر من 15. بعد ما حسبنا الزد و ان هي اصغر من تي فلانج، هبدأ اكمل الحساب بتاعتي واحسب اي كراك حول المحور ده، دي تساوي البي في الزد كيوب بتاع 3 اللي هو الجزء بتاع الفلانج زائد الاريا ستيل داش الاريا في المسافة لحد الزد، زد ناقص دي داش كور سكوير في ان ناقص 1 تحويل الحديد لخرسانة، بعد كده ان في اريا ستيل في دي ناقص زد كور سكوير اللي هو الحديد بتاع التنشن، اعرف احسب الاي كراك، وابدا بعد كده احسب المومنت اوف كراكنج، المومنت اللي بيحصل عنده كراك اللي هو ام سي ار بيساوي اف اس تي ار في اي جروس على واي تنشن، تبقى تعتبر لسه الخرسانة لسه بداية تشرخها، فالواي تنشن دي اللي انا واخدها باستخدام الـ iGrowth في السلايد اللي فاتت، الـ STR.6 ده زي FCU اللي هي قمة الخرسانة في التنشن، أعرف أحسب الـ M-Grade يطلع عندي 148.5 كيلو نيوتن متر. بعد كده نكمل نبدأ نحسب الـ M-Actual باستخدام الـ Dead Load، يبقى W في الـ Square ده 8، الـ 20 ده هو الـ Dead Load اللي عندي، عرفت أحسب الـ M-Actual Dead Load. بحسب ريشو دلوقتي اللي هو الام كراك على الام اكشوال ديد لود هيطلع 1.06، بعد كده الاي جروس انا المفروض حاسبها في الاول، بعد كده ابدا احسب الام اكشوال ديد زائد سستين لايف لود، عندي 40% من لايف لود سستين زي ما قلنا في اول مسألة، هعرف نحسب الام اكشوال اللي موجود عندي 177.2 كيلو نيوتن متر، برضه احسب الريشيو ام كراك على ام اكشوال اللي هي 177.2 يطلع عندي 0.838. بعد كده اكمل واحسب الاي افكتيف في الحياة الديد سستين لايف لود باستخدام معدل الكود اللي هي معايا في المنظر ده، معايا كل حاجة، معايا كل الريشيوز دي، اعرف احسب الاي افكتيف في حياة الديد سستين لايف لود اللي احنا هنستخدمها في حساب الديفليكشن.
دي أول أي إفكت محتاجها. بعد كده أحسب الـ M actual لو عندي كل الـ live load اللي هو 33 هيدي سكوير ده 8 دي 32 كيلو نيوتن متر، M cracked على M actual 0.64، الـ I effective أحسبها باستخدام من M actual ده زائد live، يطلع عندي الـ I effective ده زائد live الرقم ده معايا كل حاجة. هعرف أحسب الـ I effective في حالة وجود دين زائد كل الـ live. كل جديد زاد عندنا جزء في حساب الألفا بتاعتنا اتغيرت، ده دي حاجة أحسن الريفليكشن لما تيجي تكريب في الألفا عندي اتغيرت بقت زيتا على 1.50 μ داش، دي لما بضربها في السستين ريفليكشن عشان أحسب الدلتا توتال الريفليكشن توتال مود عندي. الـ M داش دي اللي هي بتتحسب عند المين سبان في السم في القنوات بسيطة الارتكاز اللي بيسبورت الزيتا دي بتعتمد على الوقت اللي انا بحسب عليه، لو انا بعد 5 سنين او اكتر بقى من تلاتة باتنين، لو انا بحسب بعد 12 شهر ب 1.4 وسوق ابدا احسب الـ deflection الموجود عندي بناء على الرقم بتاعت الكود، احسب دلتا ديت زائد لايف دلتا ديت زائد سستين لايف دلتا ديت. بس المعادله دي معتمده على الكاميرا اللي هي كاميرا سبورتد والحمل عليها وين في اللود، فالديفليكشن الاكشوال بتساوي 5 في اللود سبان أس 4 على 84 في الـ E في الـ I اللي أنا بحسب على تسليمة. هنا لو أنا بحسب الـ I دلتا دلتا الـ I فاخدها زي السؤال اللي فاتت I effective اللي هي دلتا دلتا الـ I، هنا دلتا زائد سستين الـ I load هنا دلتا بس. رابع أنا بحسب الـ deflection لكل equation الـ units اللي أنا بستخدمها، بعد كده أبدأ أحسب دلتا الـ I load تساوي دلتا دلتا زائد الـ I ناقص دلتا دلتا بس دلتا سستين الـ I تساوي الدلتا سستين لايف زائد ديد ناقص الدلتا ديد بس اللي هو 0.132 سنتيمتر. كده أحسب الدلتا كبير بتساوي الألفا في الدلتا ديد زائد السستين. الألفا زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت معتمدة على حاجة اسمها زيتا، الزيتا دي بتعتمد على الوقت اللي أنا بحسب عليه. أنا لو فرضت الدلتا بتساوي 2 لأني هحسب مثلا على وقت بعد 5 سنين. ميو داش للحديد اللي عندي، الحديد اللي عندي هنا الحديد اللي هو في الكمبريشن 402 2 في 16 اللي هي 402 على 852 مساحة الخرسانة. أحسب الميو داش، بعد كده أحسب الألف 1.817، أحسب دلتا كبير بتساوي الألف دلتا ديد لود سستيند، أجمع دلتا ديد لود ديد لايف الألفا في دلتا ديد لود سستين يطلع عندي دلتا توتال 0.851 سنتيمتر، أقارنها بالسبان على 250 اللي هي أقل من 3 سنتي يبقى سيف. دلوقتي لو عندي البروتيشنز بتاعتي مش هتتأثر بالديفليكشن، ساعتها بحسب الأول دلتا لاي بتاعتي بقارنها بالسبان على 360 اللي هي محققة الكود تمام. بحسب بقى الديفليكشن اللي بينتج عن استخدام البروتيشنز دي اللي هو دلتا انكرمنت برضه معدل موجود في الجديد بتساوي دلتا ديت زائد دلتا سستين لايف في الفا 1 ناقص الفا 2 زائد دلتا لايف ناقص دلتا سستين لايف الفا 1 دي تعتمد على الوقت اللي انا بحسب فيه توتال تايم فور ديفليكشن. انا اسيوم ان انا بحسب بعد 5 سنين يبقى الفا بتاعتي ب2 او الزيتا بتاعتي ب2 هعرف احسب الفا 1. طب دلوقتي لو الوقت اللي انا بحسب عليه بعد ما حطيت البارتيشنز وبعد 3 شهور يبقى الفا 2 دي هي بتاخد تأثير اللي انا حطيت البارتيشنز بتاعتي امتى؟ هنا بعد 3 شهور يبقى الفا بتاعتي الزيتا بتاعتي ب1 عارف احسب الفا 2 وانا احسب الدلتا انكريمنت اقارنها بالسبان على 240 اشوف هي محققه الالو بتاع الكود ولا لا. طب دلوقتي عندي كيس تانية لو البارتيشنز بتاعتي بتتأثر بالديفليكشن يبقى هحسب برضو ألفا 1 وألفا 2 زي ما قلناهم في الستيب اللي فاتت أو في الحلقة اللي فاتت، أقارنها بقى بالسبان على 480 ده الألو بتاع الكود لو البارتيشنز بتاعتي بتتأثر بالديفليكشن، يبقى لازم أقلل بتاع الألو بتاعي عشان البارتيشنز بتاعتي هتتأثر، مثلا عندي إزاز عندي أي حاجة هتتأثر لو البلاطة هبطت فهتتأثر مثلا إزاز يتكسر أو حاجة زي أي بقى نوع ماتيريال هتتأثر بالديفليكشن نفسه. بس كده يعتبر حلينا مسألة شبه المسألة الموجودة عندكم في الأسايمنت. أول مسألة هي شبه
شبه حاجة نسبة كبيرة جدا بس اللي احنا حليناها مفيش أي اختلاف في الستيبس أو أي حاجة زي كده، ممكن تمشي بنفس الستيبس سواء جروب A أو جروب B، تختلف في الأرقام طبعا. ناخد بالنا في الستيبس اللي احنا بنحلها أو نركز في الستيبس اللي أنا قلتها مثلا ونمشي عليها، تلاقي الموضوع سهل جدا، ونراعي برضو اليونتس اللي احنا بنحل بيها. الموضوع معانا إن احنا ازاي نعمل ديزاين سنجل جروب زي ما درسنا في سنة تالتة، ده قبل الفيرمات وكده. مثال زي ده معايا الكلير هايت بتاعي 5.4، معايا عرض العمود بس، معايا الدبس بتاع الكاميرات 600، معايا الاف سي والاف يلد، معايا البي التمت. بعمل زي استيميشن كده لأبعاد القطع اللي عندي، بتمرن اللي هو عليا على اس سي اللون بس، على اف سي اللون بس، بي التمت 0.35 اف سي يو في الاي كونكريت بس، مساحة هذه التسليح زائد 0.67 في الاف يلد مساحة هذه التسليح. هفرض إن التسليح بتاعي 1% من مساحة الخرسانة، يبقى منه أعرف أحسب الـ B بتاعتي بتساوي 11.0075 area concrete. أنا معايا الـ B ultimate يبقى أعرف أحسب الـ area concrete، معايا عرض العمود يبقى عرفت أحسب الـ depth بتاع العمود 1100 مليمتر. نبدأ في حسابات الـ buckling بتاعتنا. أول حاجة الاتجاه الـ in plane direction، اللي هو اتجاه الـ T direction بتاعنا. في الاتجاه ده الـ top end condition العمود بتاعي dimension بتاعه 1100 أو أكبر من سيكونس الكاميرا اللي بيقاوم معايا 600، يبقى عندي كيس 2. نفس الكلام بالنسبة للبوتوم، أعرف أحسب الـ HE على HO في الكيس دي. لو كيس 2 كيس 2 يبقى 0.85، HE يساوي 0.85 في الـ HO اللي هو clear height. أعرف أحسب الـ HE لندا، HE على الـ B اللي هو العرض اللي هحسب عليه، قدرت أحسب اللندا، لندا أظن 15، يبقى العمود يعتبر شورت في الاتجاه ده في اتجاه الـ in-plane buckling. نفس الاتجاه في الـ out of plane buckling B direction، عندي thickness العمود 250 والكاميرا بتقوم معايا 600، يبقى عندي كيس A في الـ top وكيس A في الـ bottom، عندي نفس الـ dimensions. أعرف أحسب الـ HE في الكيس دي تبقى 0.75 في الـ HO، وهنا أحسب اللندا HE على B، هفت أحسب اللندا بتاعتي 16.2، اللندا هنا أكبر من 15، يبقى العمود يعتبر لونج في الاتجاه ده، يبقى منه أحسب الدلتا، دلتا تساوي اللندا سكوير في البي على 2000، أحسب الدلتا تبقى 32.8 مللي، أحسب الإم أديشنال في الاتجاه ده، بي في الدلتا، بي بي ألتمت 2900 في الدلتا، أحسبها أعرف أحسب المومنت الناتج من الباكلين. كده أبدأ أعمل ديزاين الكول بناء على سين أكشنز اللي حسبتها معايا بي ألتمت 2900، معايا المومنت 95.1 كيلو نيوتن متر، أوت أوف بلين المومنت في اتجاه أوت أوف بلين. أبدأ أعمل ديزاين السكشن ده باستخدام الإنتراكشن دايجرام بي ألتمت على إف سي وتي في بي، ده الرقم اللي هحتاجه عشان أدخل بيه الإنتراكشن دايجرام، ومي ألتمت على إف سي وتي في سكوير، أعرف أحسب الرقمين دول وأدخل الإنتراكشن دايجرام أحسب الرو. يبقى أنا عندي هنا الرو بتاعي 3.1 في الـ Interaction Diagram اللي أنا بحسب بناءً على الـ Ultimate 2900 كيلو نيوتن، ومن الـ Ultimate 95.1 Out of Plane Bending Moment، Out of Plane ده مومنت في اتجاه الـ Out of Plane، أحسب الرو من أحسب الـ ميو، الرو بتساوي ده 3.1 في الـ FCU في 10^4، عرفت أحسب بوينت الرو بتاعي 0.8%. أنا هنا داخل الـ Curve اللي هو الـ AST بتساوي الـ AST Index بتساوي الميو في الـ B في الـ T. طبعا ده بوتوم يبقى 2200 ملليمتر سكوير، يبقى عندي حديد ريست تي وريست تي ديش 25، يبقى عندي القطاع كله فيه 10^25. طبعا دي زي نوت كده سايد نوت، ان الزيت اللي انا بحتاجها عشان اعرف احسب الرقم من الانتراكشن دايجرام ممكن احسبها 0.8 زي ما احنا شايفين، احسبها طبيعي جدا سواء بي ناقص الكفر على بي. ففي الآخر الديزاين بتاع العمود بتاعي 10^25، عندي العرض بتاعه 25 سنتي، المفروض الرقم ده 110 سنتي الدبس بتاع العمود، يبقى عندي تسليح 10^25 وفرض الكنات بالمنظر ده.
سلاندر موجودة سواء جروب A أو جروب B باختلاف الأرقام، وعايزين نزين السلاندر كولوم، مدين الـ B ultimate بتاعته والمومنت اللي هو عليه، مدين الـ FC والـ F yield. عايز يعمل ديزاين بتاعته اللي هو موجود في مبنى بريزد وأبعاده 25×50، أو موجود في مبنى أمبريزد والأبعاد بتاعته 35×75. أنا كل المسألة برضه اللي هو عندي البوتن كونديشن هي ريفت السيكس بتاع 1.4، وبعدين التوب كونديشن 0.3 هي البلاطة بتاعتي. الكلير هايت أو التاير كل يوم مديهولي هنا 5.2 عشان أحسب كلير هايت، أطرح 5.2 ناقص 30. دي الحاجات دي كلها بستخدمها في حساب الباكلين كالكوليشن. هنا هو بيقول لي دي زي هنت كده، لأن الدلتا اللي أنا حاسبها في الـ Unpraised Building هي مساوية للدلتا Average عشان نعرف نحل المسألة دي. تاني مثال عندنا هو نعمل ديزاين ستير سلاب تايب، معرفني هي الـ FCU بتاعتي بكام والـ FEL بتاعت الحديد واللايف لود والفلور هايت. عايز يعمل ديزاين للشكل ده كسلاب تايب، عندي دايمنشنز بتاعت البسطة والصدفة والقلبة بتاعت السلم، كل الحاجات دي معايا. دلوقتي عشان أعمل ديزاين السلم ده كسلاب تايب عندي أكتر من أوبشن، أكتر من اختيار ممكن أختارهم بحيث أحدد السيستم بتاعي هيتشال إزاي. إما أخلي الصفة والبسطة بتوعي يرموا الحمل بتاعهم على كمر اللي هي الكاميرا بي اتنين دي، الكاميرا بي اتنين دي هي شايلة حمل الحيطة وماشية مع القلبة بتاعتي، بعد كده التو ستريبس دول هيشيلوا القلبة السواحل السواحل، يبقى البسطة والصدفة هيرموا على الكمرتين بي اتنين وبي اتنين والقلبة هتتشال عليهم. ده أول اختيار بالنسبة لي. تاني اختيار عندي اللي أنا ممكن هخلي القلبة بتاعت ترمي الحمل بتاعها على بي واحد كاميرا في منسوب اللاندنج، بي تلاتة كاميرا في منسوب السقف، والقلبتين دول هما اللي هيشيلوا البسطة بتاعتي والصدفة زي ما احنا شايفين. اس واحد واس واحد هيرموا على الستريب بتاعت القلبة، ستريب اس اتنين ستريب اس اتنين. الكاميرا دي ساعتها اللي هي الكاميرا اللي شايفينها اللي هي العمودين اللي هي الهورزونتال دي، شايلة حمل الحيطة وشايلة حمل من البلاطة لو موجود، مثلا البلاطة هنا تكملة المبنى بتاعي وأنا عندي تكملة البلاطة بتاعتي كده، فهي دي ممكن تشيل حمل من البلاطة دي لو هي في منسوب الدور. تالت اختيار بالنسبة لي اللي أنا ممكن أخلي بس تلاتة عندي يتم الحمل بتاعها على كمرتين، الكاميرا اللي هي دي الهوريزونتال دي والكاميرا دي، ساعتها الكاميرا دي هتبقى في منسوب الدور وهي شايلة حمل الحيطة وشايلة حمل من اس تلاتة وشايلة حمل من البلاطة لو البلاطة لسه مكملة، وساعتها اس واحد ممكن نشيلها على القلبتين دول، القلبة دي هتبقى متشالة على الستريب دي اللي بترمي على الكاميرا ومتشال على الكاميرا اللي في منسوب لاندنج، وساعتها اس واحد هترمي على القلبة الستريب بتاعت القلبة الستريب بتاعت القلبة من الناحية دي. افترض دلوقتي ان انا هستخدم اول alternative بالنسبة لي هو اول اختيار، انا افرض ان تي اس 140 واحسب الثيتا اللي هو التان انفرس القايمة على النايمة اللي هي 15×30 يطلع عندي الزاوية، احسب تي تي ستار اللي باين عندي في الشكل كده 940 على كوزاين ثيتا يطلع عندي الرقم ده، احسب وزن البلاطه بس اللي هي وزن البلاطه من غير الدرجات نفسها باستخدام التي ستار يبقى 0.1565 25 يطلع عندي وزن البلاطه 3.9 كيلو نيوتن متر سكوير، ازود عليه وزن الدرجات اخد انا افريج لارتفاع الدرجه اللي هو 0.075 في الجاما كونكريت 25 يطلع عندي اون ويت اوف ستريبس الرقم ده 1.875، يبقى الاون ويت بتاعتي هي تجميع الرقمين دول 3.9 1.875 وزن بتاع السلابس وزن بتاع الستيبس. الكفرنج ماتيريال هفرضها ب 1000 نيوتن مليمتر سكوير، يبقى ال W dead load تساوي الوزن اللي هو اون ويت
5.7 زائد الكفرنج ماتيريال 1 يطلع عندي الدبليو ديد لود بكذا. عندي الدبليو لايف لود هو مديهولي المباني السكنية 3 كيلو نيوتن بالمتر سكوير كل ده هوريزونتال بروجيكشن. أحسب الدبليو سلاب ألتيميت 1.4 في الديد زائد 1.6 في اللايف يطلع عندي الرقم ده 14.32 كيلو نيوتن بالمتر سكوير. أنا باخد شريحة 1 متر عشان أعمل ديزاين للسلاب. دلوقتي احنا عشان نحلها نبدأ نحل السلم، المفروض نحل الأول المتشال وكده نقل الحمل بتاعه على الشايل عشان نبدأ نطلع السترينج اكشنز مظبوطة اللي عندنا. أول حاجة هنا القلبة بتاعتنا هي متشالة على الستريب بتاع الصدفة والبسطة اللي بترمي على الكمرتين اللي ماشيين مع الفايت أو مع المسك الدول. هنبقى نقفل بقى السلايد. يبقى المسافة دي 0.75 اللي هي نص عرض اللاندنج، دي طول القلبة نفسها. ده اللود اللي انا حاسبه، حسبت هورزونتال بروجيكشن، خدت شريحة متر وبدأت احسب الرياكشنز. هيطلع معايا 21.5 كيلو نيوتن. انا هعمل ديزاين كريتيكال سيكشن سيكشن 1-1. سيكشن 1-1 ده المومنت فيه بيساوي الرياكشن المسافة لحد السيكشن هورزونتال بروجيكشن كله ناقص الديستريبيوتد لود اللي هو هورزونتال بروجيكشن في المسافة 1.5 سكويرد على 2، يطلع عندي المومنت 32.27 كيلو نيوتن متر لكل متر لأني واخد شريحة المتر. بعد كده نبدأ نكمل خطوة الديزاين بتاعتي. الدي بتساوي الدي ناقص الكفر، يطلع الدي بتاعتي 105. البي أنا واخد شريحة متر ب1000 مللي، أعمل ديزاين بالسي 1 جي معايا كل حاجة ما عدا السي 1. أعرف أحسب السي 1 2.9، منها أحسب الجي 0.732، أحسب الأريا ستيل بتساوي الإم ألتيمت على الإف هيد في الجي في الدي. محتاج ستي 1200 ملم سكوير، منساش احسب الاير ستي مينيمم 0.6 على الاف هيل في الدي في الدي. لازم الاير ستي مينيمم دي تكون اكبر من الرقم اللي هو الاخر بتاع الاير ستي مينيمم اللي هو 0.15 على 100 في البي في الدي. لقيت الرقم ده اكبر من الاير ستي مينيمم اللي حاسبها الاولانية، يبقى الاير ستي مينيمم فاينل بتاعتي 180 ملم سكوير لكل متر. اقارنها بالاير ستي اللي انا محتاجها اللي 1200، يبقى الـ RST اللي أنا محتاجها هي دي اللي هشتغل بيها لأنها أكبر من الـ RST minimum. أحولها لعدد وقطر، يبقى أنا محتاج 6.16 للمتر. ممكن أحولها بدل ما أستخدم للمتر ممكن أحولها لفلايت، فأنا هضرب 1.4 اللي أنا محتاج حديد في الفلايت اللي القلبة بتاعتي 1680 ملم سكوير للدرجة اللي القلبة بتاعتي، يبقى محتاج 9.16 للفلايت. نكمل بان انا نعمل تشيك للشيل. الماكسيمم شيل عندي اعرف احسبه من الاستراكشر زي ما حسبت المومنت يساوي 21.5 كيلو نيوتن لكل متر. احسب الشيل ستريس كيو يو يساوي كيو يو على الفورس على البي في الدي. اقارن الرقم ده بمقاومه الخرسانه للشيل اللي هي 0.16 جذر اف سي على جاما سي. لقيت ان الرقم ده اعلى من الشير ستريس اللي عندي، يبقى الخرسانه بتاعتي او السلم بتاعي يقدر يشيل الشير ستريس وده تمام. لو ما حصلش كده يبقى انا محتاج اما ازود السكنس يا اما مثلا اشوف حل مثلا الفلورينج اقلله مثلا استخدم ماتيريال اقل يعني، بس هو الحل الاكثر شيء ان انا استخدم سكنس اعلى. احنا عملنا ديزاين دلوقتي للستريب اللي هي متشاله، المفروض اللود ده هيترمي على حمل على ستريب هي اللي شايله اللي هي الصدفه والبسطه اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم في اول تشويس. نبدا نحسب الاحمال اللي جايه على الصدفه او البسطه الاون ويت بتاعتها اهو التي اس نظام كونكريت مع الكفرنج ماتيريال زي ما فرضته. احسب دبليو ديد لود اون ويت زائد كفرنج يطلع عندي دبليو ديد لود 5.5، دبليو لايف لود 3 كيلو نيوتن كل متر سكوير، دبليو سلاب التيميت 1.4 في الديد زائد 1.6 في اللايف يطلع عندي 12.5 كيلو نيوتن لكل متر سكوير. انا هضربه دلوقتي في العرض بتاع اللاندنج او الصدفة بتاعتي عشان يطلع عندي اللود اللي انا محتاجه لكل الويتس بتاع البلاطة بتاعت الصدفة اللي عندي او اللاندنج، يطلع 18.75 كيلو نيوتن للعرض. ففي الاتجاه ده هيبقى كيلو نيوتن لكل متر. يبقى عندي الحمل ده 18.75 كيلو نيوتن كل متر مع المسافات دي من الرسمة. اللود 21.5 كيلو نيوتن كل متر ده جاي من القلبة اللي هي متشالة على الصدفة والبسطة. أنا حسبت الرياكشن كيلو نيوتن لأن أنا واخد شريحة متر
لما كنت حسبت 21.5 يبقى هيطلع عندي الديستريبيوتد لود بالمنظر ده 21.5 على عرض القلبة اللي عندي اللي هو 0.4. زي ما بنعمل في أي سيستم إن إحنا نرسم ستاتيكال سيستم ونحسب ستاتيك أكشنز، هنكمل هنا برضو بإن أنا نحسب الستاتيك أكشنز الكريتيكال إما ألتيميت. هنا هيبقى في نص الكاميرا بتاعتي من الرياكشنز واللودز اللي عندي، هعرف أحسب الإم ألتيميت، هيطلع معايا 51.4 كيلو نيوتن متر لكامل عرض اللاندنج. هبدأ أعمل ديزاين أوف سيكشن من سي 1 جي، معايا الدي تساوي تي ناقص الكفر. ألاحظ إن الكفر بتاعي 25، بينما الكفر في الستريب بتاعت القلبة كان أكبر شوية، لأن دي هي اللي شايلة، فالحديد بتاعها هو السفلي، بينما حديد القلبة هو اللي فوقيها لأنه متشال عليه، فالكفر بالنسبة لحديد القلبة هو أعلى. بستخدم سي 1 جي وأطلع السي 1 والكورسبوندينج جي بتاعتي، أعرف أحسبهم. أعرف أحسب الـ AST اللي قصدي مد عليه في الـ في جي في الـ دي، منساش أضرب في 10 أس 6 عشان أحول نيوتن مليمتر، يطلع أنا محتاج حديد 1695. الـ AST المينيمم هحسبها بنفس الطريقة 0.6 عليه في الـ، أنا هنا بحسب عرض الصدفة يبقى 1500 في 115 اللي هو دي. أقارن الـ AST المينيمم دي أنا حسبتها الـ AST المينيمم 0.15 على 100 في الـ B في الـ D، يطلع عندي 259 أصغر من الرقم 295، يبقى أنا الـ AST المينيمم بتاعتي هي دي كده. الـ AST المينيمم بتاعتي هي 295 وهي أصغر من الحديد اللي أنا محتاجه، يبقى استخدم 1695 لللاندنج اللي هي 7.18. نكمل ونحسب الـ Shear Force عشان نعمل check of shear. أحسب الـ Reaction من مسألة الـ Structure، يطلع عندي 63 كيلو نيوتن. الـ Shear Stress Q ultimate على الـ B في الـ D، يطلع عندي 37% نيوتن من متر سكوير. أقارنه بالمقاومة الخرسانة 0.16 جاز ريسيو على غاما سي اللي هي سيف، يبقى تمام. نبدأ نتكلم عن الكاميرات اللي عندنا. كاميرا بي 1 دي اللي هي شايلة، هي ممكن نخليها منسوب نص الدور اللي شايلة اللاندنج بتاعتي، أخليها في منسوب نص الدور، وهي الكاميرا بتبقى شايلة الوزن بتاعها وحمل الحيطة بس. بينما الكاميرا بي 2 اللي هي موازية للقلبة عندي حلين. الكاميرا بي 2 عندي حلين، أول حاجة يا إما أخلي كاميرا واحدة منسوب الدور، أو أخلي كاميرا ماشية مع اللاندنج وبعد كده تمشي مع القلب، كاميرا مع السلم. دي الرياكشنز اللي جاية على الكاميرا دي حسبناها في المسألة. أو الاختيار التاني إن أخلي كاميرا واحدة في المنسوب فلو وكاميرا واحدة في منسوب اللاندنج ليفل، طبعا الدايمنشنز دي كلها معانا مفيهاش مشكلة. أنا قسمت هنا على 1.5 عشان أخلي اللود ديستريبيوتد لكل متر عشان منساش. لو استخدمت الأوبشن ده أو الأوبشن ده بعرف أحدد ساعتها الكاميرا دي هي شايلة حمل من السقف ولا أنا واقف منسوب الدور. طبعا هي شايلة حمل من اللاندنج من السلم اللي عندي، شايلة وزنها مش شايلة وزن الحيطة، على حسب منسوبها وهي تتواجد في أنهي ليفل بحدد هي تشيل من السقف ولا لأ. بعد كده نبدأ نرسم الديتيلينج بتاع القلبة بتاعتنا أو اللاندنج بتاعتنا. أنا احتجت 7.18 زي ما عملنا ديزاين، قسمتهم 3.5 ستريت 3.5 مكسر، يبقى عندي 7.18 اللي هما ظاهرين عندي في السكشن من المنظر ده. الـ9.16 ده الحديد اللي جاي من القلب اللي عندي اللي عملتلها ديزاين، ماشي. 4.10 دي في الزون اللي هي فيها فانوس السلم، مفيش حديد من القلب من القلبة، فأنا خليت 4.10 كحديد ثانوي منه. نبدأ نرسم الحديد اللي جاي عندنا أو اللي أنا عملوله ديزاين في القلب. أنا محتاج 9.16، عملت نصهم ستريت ونصهم بنت بورز، يظهروا عندي في السكشن من المنظر ده. 7.18 الحديد اللي جاي من اللاندنج اللي عندي، 5.8 ده حديد ثانوي، نفس الكلام على 2.8 الستيب، و5.8 كل متر الدرجة اللي عندي. أنا مكمل هنا الحديد، ما عملتش مقص لأن الجوينت دي هي كلوزنج جوينت، أنا مش محتاج إن أنا أعمل مقص، بالعكس الحديد هيكمل معايا. بعد كده المفروض نرسم الحديد بتاعنا اللي احنا حسبناه في البلان. محتاج 9.16 في القلب، 7.18 في اللاندنج اللي عندي، بين خطين اللي ده هي اللي شايلة، بينما القلب بين خط واحد لأن هي اللي متشالة، وارسم الـ dimensions والـ axes اللي موجودة معايا. كده يعتبر احنا خدنا فكرة أو عرفنا ازاي نعمل زي الـ cleaver type والـ slab type. الـ assignment بتاعكم
هو شبيه 100% باللي احنا اتكلمنا عليه، تمشوا نفس الستيبس فور المحاضرة الاكزامبل ده، ان شاء الله كل حاجة تبقى تمام. شكرا. مطلوبة في الجروب A، مديني كل حاجة من A والـ FC والـ Field واللاين لود بتاعتي، اللاين لود بتاعي والفلوري والليست بتاعت الحوائط وبعد العمود. عايز أعمل زي السلم ده على إنه سلاب طيب، معنى إنه سلاب طيب اللي أنا مش هينفع أحط هنا، هنا مينفعش أحط كاميرا، الزون دي مينفعش أحط كاميرا عشان دي في نفس الجروب باعتبار إن السلم طالع. يبقى هنعمل إيه دلوقتي؟ يبقى أنا محتاج مش هينفع أحط كاميرا هنا. أنا ممكن أعمل كاميرا هنا مع منصوب الدوت، أو أصلا مع سوري مع منصوب ماشي مع السلم، مع السلم نفس الكلام هنا. أخلي هنا كاميرا في منصوب الدوت أو في منصوب أو مع السلم في نفس الوقت، مفيش مشكلة، أنا دي تعتبر سلطة. وكده الستريبس بتاعتي بقى ماشية ازاي؟ عندي هنا شريحة شريحة هنا على الكاميرا وعلى السلم على المثلوب البلاطة اللي عندي هنا، نفس الكلام شريحة دي شريحة تتشال ما بينهم، دي شريحة تتشال ما بينهم. أو ممكن أعمل حاجة تانية، ممكن أخلي هنا شريحة تشال على الكاميرتين دول، وعندي شريحة القلبة دي تتشال على الكاميرا دي والسلم، قصدي البلاطة اللي في النص قفلة نفس الكلام، ودي قلبة أو الستريب دي تتشال على الشريحتين دول. كده أنا أعرف أحل السيستم سلاب تايب بتاعي مفيش أي مشكلة. الرول اللي بعديه هو عايز يعمل زي السلم ده بناء على إنه سلاب أند بيم تايب. هي يعتبر إن أنا ممكن أضيف هنا كمان مع نصف السلم، كمان في نص الدور مع السلم، بس كمان هنا كمان مع السلم، يبقى هنا أنا زودت الكاميرا دي. فبالنسبة لي الاستريب اللي كنت بعملها في الستايل اللي قبل كده هنا مش هتتشال بقى على المسلوب بلاطة الدور، هتتشال على الكاميرا دي، وأقدر أعمل نفس الاستريب اللي أنا عملتهم في السلايد اللي فاتت. التوبيك اللي بعده هو إزاي نعمل ديزاين فور شين. عندنا كاميرا سمبل بيم عايزين نعمل لها ديزاين فور شين. الكاميرا اللي قدامنا دي هي كاميرا متغيرة السكشن بتاعها زي ما احنا شايفين، حصل لنا دروب في السكنس بتاعها، ومدين سكشن AA قبل دروب، سكشن BB بعد دروب، بكامل الأبعاد بتاعتي، مدين يونيفورم لود 30 كيلو نيوتن متر لكل متر، مدين كونسنتريتد لود 90 و120 في نفس المسافة من طول السبورتس، يعني عندنا 0.8 0.8 0.8 0.8 120 و90 أورب الاتنين سبورتس اللي عندي، دي الـ FCU ب25 والـ FE اللي بترمى 40. عايز يعمل ديزاين فورشين للكاميرا دي ونتشيك فور كريتيكال سيكشن ونطلع الحديد الشير رينفورسمنت بتاعي. أول خطوة المفروض إحنا نعملها اللي إحنا بنحسب أماكن الكريتيكال سيكشن بتاعي. دلوقتي عندي سيكشن واحد وسيكشن اتنين، سيكشن واحد على بعد دي على الاتنين، لازم الأول نشوف الكونسنتريتد لود ده هل هيأثر في مكان السيكشن ولا لأ. عندي بي ألتيميت واحد على بعد اكبر من دي واحد على الاثنين، ساعتها الكريتيكال سيكشن بتاعي هيظل هو على بعد دي على الاثنين من السبورت عادي كده. وعندي هنا بالنسبه لسكشن 2 2 حصل تغير في الدبس، التغير في الدبس ده بيتطلب ان انا احسب كريتيكال سيكشن على الدبس الصغير، فده اللي حصل عند سكشن 2 2 وسكشن 1 1، عرفت مكانه. عندي كونسنتريتد لود لازم بالاول اعرف هل هيحصل فيهم تغيير ولا لا في القيم على حسب بعدهم مقارنه ب2 دي واحد الاثنين في الدبس. اشوف بي التيمت واحد بي التيمت اتنين الفاليوز بتاعتهم معايا بعدهم من السبورت بكام، لو اظهر في 2 دي واحد ساعتها بيحصل موديفيكيشن عندي في اللود، بضرب اللود بتاعي في ايه على الاثنين دي، لو هي اكبر من 2 دي واحد يبقى انا مش محتاج اي موديفيكيشن. يبقى انا عرفت اماكن كريتيكال سيكشن، عرفت ان انا اغير ولا لا في الكونسنتريت اللود في الفاليو بتاعهم، ابدا احسب بقى الكريتيكال او الشير فورس عند الكريتيكال سيكشن. عندي هنا سيكشن واحد وسيكشن اتنين، عندي سيكشن اتنين ده قبل التغير وبعد التغير، من الستراكشر عادي جدا عندي يونيفورم لود وعندي كونسنتريتد لودز، عندي المسافات اعرف احسب الشيل عند واحد والشيل عند اتنين قبل وبعد التغير في الدبس من الفاليوز اللي احنا شايفينها دي، دبليو في السبان على الاتنين
دبليو في الفورس او في المسافه اللي انا هطرحها، زائد بقى هشوف انا قبل الكونسنتريتد دول بعدها احسب الرقم ده ولا مطرح ما زودوش معايا في الحسبة. بعد كده نبدأ نقسم الـ Allowable Shear Stresses according to code اللي عندنا، code المصري الـ QCU on crack مقاومة الخرسانة قبل التشرخة 0.16 جذر FCU على غاما C. لو نفتكر القيمة دي كانت 0.24 جذر FCU على غاما C في الكود القديم. الـ QCU cracked مقاومة الخرسانة وقت التشرخ 0.12 جذر FCU على غاما C اللي هي نص 0.24 زي الكود القديم مفيش مشكلة. الـ Q Ultimate Maximum أقصى إجهاد شير ممكن الخرسانة تعرض له هو 0.7 جذر اف سي على غاما سي. بعد كده نبدأ نحسب الشير ستريسز اللي عندنا الأكشوال. عندي Q Ultimate 1 للسكشن الأولاني، Q Ultimate 2 و Q Ultimate 2 ستار اللي هو قبل وبعد تغير الدبس. يهمني طبعا إن أنا أعرف الشير ستريسز هنا عندهم كام عشان أعرف أحسب الكميات اللي أنا محتاجها في كل سكشن من دول. دلوقتي Q Ultimate 1 هي أصغر من الماكسيموم، نفس الكلام الباقي الشير ستريسز اللي عندي، فساعتها هنا ينفع أعمل ديزاين للشير للكاميرا دي. ببدأ أقارن بمقاومة الخرسانة للتنشن، ألاقي إن الخرسانة شغالة في التنشن في الشير سوري، فساعتها أنا لازم أطلع كنات من السكشن دي كلها. ال QCU مقاومة الكنات للشير QCU QSU بيساوي Q Ultimate ناقص QCU Crack اللي هي مقاومة الخرسانة وقت التشرخ في الشير. عندي أسويها بالـ LST Stirrups في F Yield على جاما S على الـ B في الـ S. من الـ Equation دي عارف أطلع الـ LST Stirrups على الـ B في الـ S اللي هي الـ ميو نسبة حديد التسليح اللي عندي. بطلع برقم ده أقرب من الـ ميو مينيمم اللي هو 0.4 F Yield، لقيت الرقم ده أكبر من الـ ميو مينيمم يبقى أنا عديت المينيمم. أبدأ بقى أطلع الكنة بتاعتي القطر بتاعها كام والسبيسنج بينهم كام، أشوف إن عرض الكاميرا بتاعتي البي ب 200 مللي يبقى أنا محتاج كنة فرعين بس. هفرض إن أنا استخدم فاي 10 أحسب الإس هيطلع 118 اللي هو بين 100 و200، أقسم 1000 على إس يطلع لي عدد الكنات في المتر اللي عندي. لقيت عدد الكنات اللي أنا محتاجها في المتر هو 9 فاي 10 المتر في الزون A الزون اللي أنا حسبت فيها اللي هي الشير ستريس بتاع ما عندي المقاومة الخاصة في الشير. مركز زون اللي هي زون بي مقاومة الخرسانة في الشير هتقدر تشيل معايا الخرسانة مش شرختش، فهستخدم منها ممكنات لو 5.8 عشان بس تربيط الأسياخ مع بعض. دي أول مسألة عندنا في assignments لجروب A، هو عايز يعمل ديزاين فور شيل للكاميرا بالمنظر ده. دي هنا معنديش concentrated load، عندي بس الفورس اللي عندي اليونيفورم لود، بس عندي بقى القطاع بتاع الكاميرا اتغير. عندي القطاع بتاع الكاميرا اتغير، عندي سكشن واحد وسكشن اتنين. سكشن واحد ده اللي هو باين عندي بالمنظر ده ريكتانجلر سكشن يبقى عنده كريتيكال سكشن. عندي سكشن اتنين اول ما القطاع بقى هاي سكشن زي ما انا شايف هيبقى عنده شير فورس اعلى شويه، يعني ما اخدش شير فورس اللي هي صغيره مثلا هنا، انا اخد شير فورس الاعلى والقطاع بتاعي اتغير بقى شكله هاي سكشن. وابدا احسب الكنات للشكل ده والشكل ده. هنا الكنات فرعين، عندي البي ب 300، هنا عندي البي اكبر من 40 محتاج اكتر من فرعين اربع فروع. نفس الكلام هنا، انا عندي القطاع بتاع الكاميرا اتغير بقى عندي بوك سيكشن، فساعتها اللي بيكون معايا الشيل هو 0.2 و 0.2 و 0.4، يبقى انا محتاج هنا فرعين محتاج هنا فرعين، يبقى المقام معايا هنا في الشيل اربع فروع. فانا وانا بحسب الشيل ستريس او انا بحسب الكنات باخد فيها اعتباري اللي بيكون معايا اربع فروع مش فرعين زي المسألة اللي احنا حليناها. ونفس بقى الجيبنز بتاعتي اف سي واف اي دول ويت والكلام ده معايا دايمنشنز، ابدا احسب الكريتيكال سيكشن بتاعي مكانه فين، وابدا احسب الشير عنده كام، وبعدين احسب الستريس بعد كده احسب الكنات لحد ما اطلع بالعدد والقطر لكل متر. اخر توبيك عندنا دلوقتي اللي احنا هنعمل ديزاين كومباين شير وتورشن. هنبدا برضو بمساله كاميرا سيمبلي سبورتد، اللينس بتاعها 8 متر والدايمنس بتاعها 400 × 800، عليها يونيفورم لود 80 كيلو نيوتن لكل متر، وعليها يونيفورم فاكتور تورشن مومنت ب 20 كيلو نيوتن متر لكل متر. عايز نعمل ديزاين فور شير روتورشن مع الاف سي يو والاف فيل والاف فيل بتاعت الستيربس، ومدينا عرض العمود ب 500 مللي. اول حاجه بنعملها ان احنا نعمل ديزاين البندنج مومنت، عندي الكاميرا عليها لود فعليها بندنج مومنت. ابدا احسب دي بتساوي تي ناقص الكفر، التي بتاعتي ب 800 ناقص الكفر ب 50، المومنت ده بيقول لي سكوير ده 8، 80 في 8 سكوير ده 8،
من سي 1 جي اعرف احسب السي 1، سي 1 3.25 احسب الجي من قانون ال اس تي الام التيمت عليه في الـ في الجي في الدي، اعرف احسب ال اس تي اللي انا محتاجها، اقارن ال اس تي دي بال ال اس تي المينيموم اللي هو 0.225 روت الاف سي على الاف يلد في البي في الدي، لازم طبعا الرقم ده يكون اكبر من او يساوي 1.1 على الاف يلد في البي في الدي، يبقى انا هختار المينيمم اللي هو الاصغر من الرقم ده والرقم ده، الرقم التاني هو 1.3 من ال اس تي اللي انا حسبتها اللي هي دي، اخد الاصغر ما بينهم واقارنه ب 0.1 5 على 100 في البي في دي، لازم لو الرقم ده اكبر من 0.15 على 100 في البي في دي يبقى ال اس تي المينيمم فعلا اوكي اللي انا اطلعها من 2 values 2 كده. نبدأ نعمل ديزاين للشير والتورشن كريتيكال سيكشن فور شير، زي ما احنا قلنا دي على 2 منوش العمود الدي يعرف تحسبها، ال كيو التيمت اللي هي عند كريتيكال سيكشن هحسبها اللي هو السبورت او الرياكشن اللي عندي ده ال على 2 ناقص ال W في C على الاتنين زائد D على الاتنين يطلع عندي ال Q ultimate ب 270، تمام ده الشير عند critical section هحسبها عادي من structure عادي جدا. نفس الكلام عايز احسب ال torsion عند critical section هو على D على الاتنين، نفس الطريقة بحسب اكني مليون from distributed torsion moment ده عارف احسب ال support ال reaction عند support اللي هو ال T في ال L على الاتنين ناقص ال uniform torsion في المسافة من نص العمود لحد الكريتيكال سيكشن اللي هو دي على 2 من لحد الكريتيكال سيكشن، اعرف احسب ال ام تورشنال مومنت اللي هو 67.5 كي نيوتن متر. بعد كده نبدا نشوف بقى دلوقتي الفورسز دي بتعمل ايه ستريس، اعرف احسب الكيو التيمت اللي هو شير ستريس كيو التيمت على البي في دي يطلع عندي 0.9 ميجا باسكال، ما انساش طبعا اليونتس بتاعتي 270 في 1000 على 400 في 150. التورشن ستريس ابدا احسبات بقى التورشن ستريس بتاعي، انا هعتبر ان الكفر بتاعي لحد الاوتر ستيربس هعتبره ب 25 مللي ده الفرد بتاعي. بعد كده ابدا احسب الـ A نود اتش والـ B اتش البريمتر اللي بيمشي حواليه التورشن ستريس واحسب الـ A نود، كل الكلام ده عشان احسب الـ Q تي يو، احسب الـ Q تي يو اللي هو التورشن ستريس اللي عند الكريتيكال سيكشن اللي عندي. طبعا ال A node H وال B H وال A node كل الكلام ده اللي هي ال A node H دي ال area enclosed جوه الكنات اللي عندي جوه الكنال ال outer اللي عندي اللي هي أعرف أحسبها باستخدام الكفر اللي أنا فرضته، وال B H اللي هو ال perimeter اللي عندي بتاع الكنات. ال A node بتساوي 0.85 من ال A node H أعرف أحسب ال Q T U من ال relation دي مع ال M torsional عند critical section ال T E أعرف أحسبها اللي هو ال A node H على ال B H في الـ في الـ A node اللي عندي اعرف احسب الـ torsion stress. عندي الـ maximum shear stress اللي عندي 0.7 جزء FCU على 5C، طبعا ما ننساش ان الـ torsion ده هو في الاول في الاخر هو shear stress، يبقى انا هقارن الـ shear stress total اللي عندي اللي هو root square Q U square زائد Q T U square اللي هو الـ torsion و shear stress square تحت الجذر بتساوي Q، اقارنه بالـ 0.7 جذر FCU اللي انا حسبتها هنا هلاقي الرقم ده أصغر من 3.13 يبقى القطاع عندي سيف واللي أنا ممكن أبدأ أطلع الكنايات على أساس ده. كده نبدأ نعمل ديزاين فور شير، دلوقتي عندي شير وطرش هعمل ديزاين فور شير كيو سي يو أون كريد الخصائص مش مشرخة 0.16 جزء اف سي يو على 5 سي، طب لقيت إن كيو يو بتاعتي أكبر من كيو سي يو اللي هي أون كريد يبقى لازم أعمل ديزاين فور شير، يبقى عندي خرسانة شرخت يبقى المقاومة اللي هتشيلها أو الجزء اللي هتشارك بيه 0.12 جزء اف سي على 5 سي، يبقى الكنات بتاعتي هتشيل ايه؟ شيل الستريس اللي عندي اطرح منه الجزء اللي هتشيله خرسانة يطلع عندي 0.363 ميجا باسكال، استخدم الريشيو بتاع أو العلاقة بتاعت نحسب الاري ستيربس مساحة الكنان اللي عندي مساحة فرع الكنان اللي عندي كيو سيو تساوي اري ستيربس في اف هيل ستربس على جاما اس في بي في اس، طبعا مننساش ان ال مننساش طبعا مساحة الفرع اللي انا بحسبه هنا دي مساحة فرعين، يعني ال اريا ستربس دي مساحة فرعين في الشيل هي مساحة فرعين، في الاخر هطلع بالاريا ستربس على الاس بالرقم ده، انا هنا الاريا ستربس على الاس دي مساحة فرعين عشان مننساش بس. بعد كده نبدأ نعمل ديزاين فور التورشن اللي عندي، عندي المينيمم تورشن ستريس 0.06 اف سي يو على 5 سي مقاومة الخرسانة في التورشن، لازم الاكشوال ستريس اعلى من المينيموم يبقى انا محتاج اطلع
حديد للتورشن، كانت للتورشن وحديد طولي. اريا ستيرابس على الاس، اريا ستيرابس هنا مساحة فرع واحد مع الام تورشن الكريتيكال سيكشن مع الاي نود حسبتها وانا بحسب الستريس مع الاف اي ستيرابس وجاما اس، هعرف اطلع اريا ستيرابس على الاس اللي عندي. الحديد الطولي اريا ستيل لمتيدن معايا الاريا ستيرابس اس لسه هحسبها، كل الارقام دي معايا، هطلع الحديد الطولي اللي هو هيتوزع بالتساوي على الجوانب الاربعة للسكشن. بقارن الرقم ده بالحديد الطولي المينيمم اللي هو الكود موفرهولي بساوي من فور جذر اس يو على جاما سي في الاريا سي بي اللي هي مساحة القطاع كله، كل قطاع بي في تي على الاف اي على جاما اس ناقص اريا ستيرابس على اس في البي اتش اف اي ستيرابس على اف اي. هيطلع عندي المينيمم الحديد الطولي، لقيت ان الحديد اللي انا محتاجه اعلى من المينيمم، يبقى انا كده تمام. بعد كده هنبدأ بقى نجمع الكنات بتاعتنا اللي احنا محتاجينها في الشير والطرش. دلوقتي عندي كنة خارجية دي شايلة شير وطرش، كنة داخلية بس اللي هي الكنر دي شايلة شير بس، يبقى أنا ال closed stirrups اللي هي شايلة معايا الطرش من بره دي وشايلة معايا شير، مساحة الفرع بتاعها هجيبه من الشير والطرش ال stirrups على الاس وال ال stirrups على الاس بتاعت الشير والطرش. ده اللي احنا عملناه هنا في ال stirrups اوتر ستيرابس. بعد طبعا ما فرضت اللي انا السبيسنج بتاعي 125 اللي هو 8 في المتر، وانا هستخدم اربع فروع لان العرض الكاميرا بتاعتي 400 مللي. الاريا ستيرابس انر انا هي هتشيل معايا شيل بس، وانا مش محتاجها كان مقفول عادي كان طبيعية، والاريا ستيرابس على الاس اخدها من الشيل. بحسب بقى نسبة حديد التسليح بتاع الكنات، نسبة حديد التسليح بتاع الكنات بتساوي 2 اريا ستيربس اوتر زائد 2 اريا ستيربس انر على البي في الاس، اللي هي عندي فرعين اوتر فرعين انر على البي في الاس، اقارنه بالمينيموم 0.4 على الاف ايل، اقارنه بالمينيموم اللي هو الرقم ده المينيموم بتاعي اقل من 0.15%، يبقى ده المينيموم 0.167%، اقارنه بالرقم الاكشوال اللي عندي يبقى انا كده تمام. الحديد بتاعي السفلي خلي بالك، واحنا بدأنا ان احنا بنحسب مومنت، فالحديد السفلي ده جاي من مومنت وزائد ربع الحديد الطول، والباقي الاربع بتاعتي متوزعة على كامل القطع اللي عندي. يبقى عندي ارست ستيل ذات ارست ستيل لما على اربعة يطلع معايا الحديد اللي انا محتاجه هنا السفلي اللي هو 8 × 22. دي مسألة بقى موجودة عندكم في الاساينمنت، هي بوكس سيكشن عليه مومنت وعليه شير وعليه تورشنال مومنت، عايزين نعمل السكشن ده ديزاين على حسب الاكشوال سبرينج اكشن الموجود عندي. الويدث بتاع الويب اللي عندي هو 250 250، يعني هو محتاج فرعين في الزون دي. اللي بيقاوم معايا التورشن هو الفرع الخارجي زي ما احنا قلنا، بيقاوم معايا الشير هما الفرعين، الفرع ده والفرع ده عشان نبقى فاكرين. واحنا بنحسب برضو التورشن ستريس نوت معاكم، لما يكون عندي التي اي بتاعتي اللي هو السيكنس اللي هيمشي فيه التورشن اكبر من الويب، ساعتها انا باخد الويب بس هي اللي شايله التورشن. يعني لو عندي تي اي حسب 3 300، لا اللي هيشيل معايا التورشن هو ال 250 تمام، لان الويب هو الموجود مش هاخد في الفراغ يشيل معايا. دي المساله الخاصه بالجروب التاني، هي مساله مدينة الاف سي والاف فيل، مديني الشكل الكاميرا سيمبلي سمبل بيم عليها لود تو كونسنتريتد لود بي، مديني بندنج مومنت والشير فورس والتورشنال دايجرام. طبعا هنا ابدا زي ما بدانا في الستيبس، نبدا نحسب المومنت بتاعي ده الماكسيمم سيكشن كريتيكال سيكشن اللي هو هيبقى عندي في النص، هطلع له اريا ستيل. بعد كده ابدا احسب بقى الكريتيكال سيكشن للشير والكريتيكال سيكشن للتورشن، واحسب اعمل ديزاين للكنات اللي انا محتاجها، الكنات شير وكنات تورشن، وعدد عدد الفروع والسبيسنج، واطلع في الاخر قطر وعدد. هو هنا بيقول لي عايز نعمل كومبليت فليكشر شير اند تورشن ديزاين للكاميرا الكفر الكريتيكال سيكشن اللي عندي، وعايز يرسم التسليح بتاع الكاميرا في الاتجاه الطولي في الكروس سيكشن. يعني بعد ما اخلص لازم ارسم التسليح بتاع الكاميرا في الاتجاه الطولي كروس سيكشن وفرض الكنات وفرض التسليح اللي عندي. ده يعتبر أول شيت لينا في السنة الرابعة اللي هو الريفيجن، بس الحاجات اللي احنا درسناها في سنة تانية وسنة تالتة. إن شاء الله تمشوا على نفس الستيبس، والشيت مشابه جدا للمسألة اللي احنا حليناها. بالتوفيق إن شاء الله.